يا دايرة لا تضمنون الكراسي اليوم والله تبت ضيق الوسع جوكم بني ويلبسون الجناسي والله انها تبت ضيق الوسع احذفوا سود الجناسي واحتموا كرسي القبيلة يا بني ويلمدام الشرط والمقاف عامي يا دايرة لا تضمنون الكراسي البيت قيم ما على رسع نزال يوقفت اياتهم هالسنة هذه عواقبها ترى ما هي سليمة علموا منه تحدى ما هو بحول السلام من يعادي ربعي الويلان بشره بهزيمة ربعي الويلان والتاريخ فزنا باحترام يوم الضرب الفشق ما حد قدر لاجداد ريمة كيف عاد اليوم وحصان النزال كرسيها ما يا دايرة سود الجناسي واحتموا كرسي القبيلة يا بني ويل مدام الشرط والميقاف حامي وابو خالد كل فاسد بالبلد عنده غريمة لين صار اسمه على الاصلاح يرمز بالعلام يا ابو خالد لا تلفت بالهروج وبالنميم يا ابو خالد لا تلفت بالهروج وبالنميم كل خشم نكسره وننزل مقام كل خشم يرتفع نكسره وننزل مقام واضح كل الوضوح دروب مثلك مستقيم ماشي كمن ضيم الايام اللي يحطك حزام ما نقدم غير رجل بالمواقف العظيم يا قف التاريخ لاجله ويتقدم باحترام يا دايرة لا تضمنون الكراسي اليوم والله تبت ضيق الوسع جوكم بني ويلبسون الجناسي والله انها تبت ضيق الوسع احذفوا سود الجناسي واحتموا كرسي القبيلة يا بني ويلمدام الشرط والمقاف حامي هبة سمر قصيد وقمي الفحن نسيمة واستوى المطلع وخليت تشر البيت قيم ما على رسع نزال يوقف اياتهم هالسنة هذه عواقبها ترى ما هي سليمة علموا منه تحدى ما هو بحول السلام من يعادي ربعي الويلان بشره بهزيمة ربعي الويلان والتاريخ فزنا باحترام يوم الضرب الفشق ما حد قدر لاجداد ريمة كيف عاد اليوم وحصان نزال كرسيها ما يا دايرة جوكم بني ويلبسون الجناسي والله انها تبت ضيق الوسع احذفوا سود الجناسي واحتموا كرسي القبيلة يا بني ويلمدام الشرط والميقاف حامي وابو خالد كل فاسد بالبلد عنده غريمة لين صار اسمه على الاصلاح يرمز بالعلام يا ابو خالد لا تلفت بالهروج الهروج وبالنميم كل خشم يرتفع نكسره وننزل مقام كل خشم يرتفع نكسره وننزل مقام واضح كل الوضوح
الايام اللي حطك حزام ما نقدم غير رجل بالمواقف العظيم يا قفا التاريخ لاجل ويتم.